الحقيقة كلنا متشوقين. آلاء اليوم بجعبتها كثير شغلات بدها تنزل. شوف مين هذا زوجته سيارة حق مدريد. هو بس مشان السيارة إيهم صراحة. حاكي ميديا. مرحبا يا آلاء. مرحبا مرة تانية يارا وأيهم، يسعد أوقاتكم عن جديد مشاهدينا. أول شيء رح نحكي عن مفتي النظام، بعدين رح نحكي عن خبر السيارة اللي أيهم كتير يعني متشوق ومتحمس ليعرف شو السيرة. حسب مفتي النظام السوري فإنه نظام الأسد، حسب مفتي النظام قال إنه نظام الأسد ما قتل معارضيه لا بالداخل ولا بالخارج. بريء بريء. يعني ما أنه مثل السعودية، يعني هو أرقى من هيك بكتير، هو لا. مستحيل يتعرض ل يعني بالأذى لأي معارض. أنا ما بصدق لأسمعه، بدي أسمع. رح تسمعه وتشوف، خلونا نشوف. ماذا تتوقعون بموضوع قضية الخاشقجي وما حصل مع السعودية وولاية محمد بن سلمان وكل هذه لم نتدخل في هذه الشؤون، إنما نقول ذوقوا ما أردتم أن نذوقه، ذوقوا ما أردتم أن نذوقه، أما نحن لن نتشفى بكم أبدا. نحن نتمنى أن يتعلم الناس أن سوريا لم تقتل معارضيها لا في الداخل ولا في الخارج، لم تقتل معارضيها، بل قلنا لهم تعالوا إلى مائدة الحوار. أنا بنفسي ذهبت إلى الصنمين وإلى درعا في أول الأحداث ودخلت بين المسلحين، وأنت سمعت كلمتي بعد اغتيال ولدي، قلت ضعوا السلاح تحت أقدامكم وسامحكم الله. أول شيء مائدة الحوار، لازم يجوا مائدة الحوار، نفتح مائدة لنتناول عليها العشاء مو الحوار بعدين نتحاور. تمام. كمان في يعني فكرة أساسية إنه هذا النكران الواقع والانفصال عن الواقع يعني تفوق فيه على نفسه الحسون. يعني إذا كان رأس النظام قال إنه في ممارسات فردية، بيجي حسون بينفي حتى هاي الممارسات الفردية يعني بطريقة فعلا غريبة ومضحكة. يعني مفتي بتعرفي لازم مفتي لازم. طيب رح نوصل لموضوع السيارة أيهم، جاهز؟ جاهز أكيد؟ ما رح خاف على قلبه وسليم، فعملنا له كل الفحوصات اللازمة. هدية ب 100 مليون ليرة سورية تقريبا قدمها شاب لزوجته بساحة الأمويين، وهي عبارة عن سيارة كامارو. إن شاء الله كمان بالفوز الاسم صح يعني. خلينا نشوف الفيديو. أول شيء بدي نوه إنه كان أيهم عم يسألني ليه ما في تعليقات مشان حسون. أيهم عقد ما كان في مسبات من التعليقات، يعني ضليت عم دور كل الوقت للاقي تعليق واحد خرج ينحكى على التلفزيون. العالم يعني حتى الموالين للنظام يحدث يعني الحياة حقيقة. بكل الأحوال أيهم شو إن شاء الله هيك زوجة مستقبل ممكن تقدم لها لكان. بس يعني ما شفنا صورته ولا كنا حابين نشوف صورته؟
هو حابب يشوف يعني مفعول به، يعني المقدم له الهديه وليس الهديه. بكل الاحوال مبارك له. يعني انتم ليش هيك مزعوجات منا؟ هلا بنجي للفكره الاساسيه، ليش اصلا نحن عرضنا هذا الفيديو؟ اول شيء بمكان منكوب، فعلا منكوب، يعني سوريا بلد منكوبه، كل واحد حر بامواله، لكن لا يحق لاحد انه يتفاخر ويستعرض بهي الطريقة، وإذا هو بده يعبر لها عن حبه ما رح يعبر لها بالمصاري أكيد، هي طريقة للتفاخر. النساء بتحب التعبير بالمصاري ولا؟ بس أيهم أكيد في طريقة تانية غير الاستعراض بساحة كبيرة مثل ساحة الأمويين. صحيح. وتصوير الفيديو ونشره يعني. مجرد أنت تقعد تتخيل إنه قديش في ناس مهجرة من بيوتها، قديش في ناس ما عم تقدر تاكل وتشرب وتأمن لأولادها، يعني أبسط مقومات الحياة، بتحسي إنه مجرد تفكري بهدول الناس سواء مين ما كنتي، معارض أو مؤيد أو أي شيء، بتحسي إنه ما قدرانة. شيء إنساني يعني. تماما شيء ما قدرانة تعملي هذا المشهد على العالم. النقطة الثانية يعني حسب ما قريت أنا التعليقات وحسب ما العالم عم تحكي، إنه هذا التفاخر والعرض يعني الاستعراض، اذا هو بحبها وبده يقدم لها سياره يقدم لها اياها بدون ما يصور فيديو ويحطه على الصفحات. تكون هي قايلت له مشان يشوفوا رفقاتي. ايه ايه هم ليه ليه عم تدافع عنهم كل الوقت؟ والله ما عم دافع لا عنه ولا عنه. الفكره انه هذا الاستعراض والتباهي ببلد منكوب هو بدل انه هذا الشخص ما فينا نجزم، ولكن انا عم اقول شو استنتجنا من تعليقات العالم، وهلا رح نقرا كمان مع بعض التعليقات، بدل انه هذا الشخص هو من اغنياء الحروب. تماما، من اغنياء الحروب يلي صار غني بهي الفتره، ويلي ما همه انه ايه عم بستعرض مصاري ومعي مصاري وهي، لانه اصلا ما صفي حدا من الاغنياء القدماء يلي او من التجار او من اصحاب الاموال من قبل ضل بسوريا، يعني ما رح يقدر يعمل يشتري هاي السيارة أو يتفاخر بها. كله تأزم ماديا، حتى مثل ما ذكرتي الأغنياء القدامى تأثرت حالته المادية، يلي بقيوا بالداخل تأزوا كلهم يعني. صحيح. يلي راح معمله ويلي هذا يعني التعفيش، وهدول الأغنياء الجدد يعني صار فيهم يتفاخروا مع الأسف. بكل الأحوال رح نقرأ التعليقات. كمان حماد عم يقول ما عرفنا ابن مين هالزوج ولا بنت مين الزوجة ومن أين لك هذا. تماما، من فضل تمام. ربي لازم يكتب له هيك هذا من فضل ربي. كمان ناخد تعليق تاني. ياسمين عم تقول من جيبة كم سوري انسرقوا هدول، وعدم كم شهيد مشيت هاي السيارة لوصلت لهون، وحريات كم شخص انداست حتى تحت الرجلين حتى قدرتوا ترفعوا رجلين عن الأرض بسيارة بهالقيمة، وهي الموسيقى الهادية عازف كم صاروخ حرقوا قلوبنا قبل أرضنا. كمان ناخذ تعليق ثالث. محمد عم يقول موضوعنا مو موضوع حب ولا حرب، موضوعنا من اين له هذا. كمان نشوف التعليق الاخير. محمد عم يقول كله نصب واحتيال وكذب. كمان بدي نوه لنقطه انه الصفحه اللي نشرت الفيديو هي صفحه مواليه للنظام، وكيف عملت الفيديو انه فيديو مشوق بالرغم من الحرب، الا انه الحب لساته موجود، وشاب قدم لصبيه او لزوجته هي السياره وعايشين بكل امان. غريب كثير انه الحب يتقيم بهيك قصه او ينقاس بهيك مواضيع. تماما يا رب. بس انا اللي بدي احكي فيه انه كيف الصفحه حاولت توجه الجمهور لهي النقطه، انه تعالوا نحكي قد ايه في امان بدمشق، وبالرغم من هيك العالم اللي على الصفحه يعني عرفت اللعبه، قالوا مو موضوعنا عن الحب ولا عن الحرب، موضوعنا من نلو هاي المصاري. بنرجع لنفس النقطه، يعني مو وقت هذا التفاخر، مو وقت التفاخر بهي الاموال وبهي الطريقه ببلد منكوب مثل سوريا، وخاصه بدمشق. من يومين شفنا يعني المسنين كيف مع الاسف كان في صوره انتشرت كثير لاحد الاشخاص المسنين يلي ما قدر يلاقي مشفى تستقبله، ومع الاسف يعني توفى بالشارع. صحيح. انا ويعني في موظف كمان تحاسب عشان 50 ليره، وفي عالم عم تسرق بالملايين. صحيح. هدول دائما بينعمى عنهم او بيتسكر عنهم الضوء. بدي ودعكم ايهم ويارا، وكمان مشاهدينا اتمنى لكم ليله سعيده، بكره رح نرجع نلتقي انا وياكم، ضلوا بالف خير. شكرا. الى اللقاء. فاصل وبعده منتابع.